وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى، أهلا بك. طبعا في البداية، ما هي قراءتك لمضمون تصريح جلالة الملك المفدى فيما يتعلق في حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين؟ مساء الخير، وانتهز طبعا هذه الفرصة لمسي الخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم صراحة، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أود كذلك أن أسجل وقفة إجلال وإكبار لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائد الحكيم والراعي الأول للطموحات الوطنية الرفيعة وصاحب الرؤية الثاقبة واللهمة. وبالعودة إلى سؤالك، بكل أمانة وبحول مضامين هذا التصريح السامي، طبعا كان لتصريح جلالة الملك المفدى اليوم وتعبيره عن بالغ الحزن والأسى على ضحايا وباء كورونا المتجدد ومواساته كذلك لأهلهم وذويهم، ودعاه الباري عز وجل أن يمن على المصابين بالصحة والعافية والشفاء العاجل، كان لذلك ودون شك الأثر الطيب علينا جميعا. وأمانة هذا ليس بغريب على جلالته، فهو ملك الإنسانية وهو صاحب القلب الكبير وهو الراعي والحامي الأول للوطن والمواطن. نعم. وقد عودنا جلالته أن يكون دائما ساهرا على حفظ أمن المجتمع واستقراره. نعم سيد علي، كيف تصف اليوم الجهود التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والإدارية لمواجهة هذا الوباء؟ بكل أمانة، وأعتقد كذلك أيضا نتعلم دائما من خطاب صاحب الجلالة أن نكون كذلك منصفين وشاكرين، وأعتقد هي فرصة كذلك أن نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نعم. وكذلك على متابعته المستمرة لكل التطورات والمستجدات المتعلقة بالجائحة، والتي تؤكد على العزيمة الثابتة والإصرار على المضي بإرادة وطنية قوية للتصدي لهذه الجائحة. هي أيضا فرصة أمانة لكي نقدم الامتنان والدعم المطلق للتعليمات الأخيرة الصادرة عن الفريق الطبي لمكافحة الفيروس، وأن نتذكر دائما بأننا في سفينة واحدة، وأن نتحمل دائما جميعا هذه المسؤولية الكبيرة التي يطلع بها ليس فقط اللجنة ولكن كل فريق البحرين. نعم. نحن جميعا فريق البحرين، ونحن جميعا شركاء في التصدي لهذه الجائحة، كل منا من موقعه، ويجب علينا أن نتعاون ونتكاتف كمواطنين وكمقيمين كذلك، وأن نلتزم بكل القرارات، وإن شاء الله سيؤدي ذلك يعني ثماره، وبإذن الله البحرين دائما قادرة على أن تنجح في كل التحديات. نعم سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.